هذيك الشوكة ديال الحل. هيدا الألف هيدا. زول لا زول. زول تبانو سكتوا الأرض. صافي دابا هذا كيبقى مدغوة فهمت معاه وحلو. شوف انا باش عرفنا حنا كيقتل انا من تازة حنا شفنا هذا الشيء هذا العشبه هذه راه قتلت جوج الناس في تازة. الراجل كان كيحرط هو كيحرط مع بنته وولده صغيرين كيلعبوا موراه هو قلعالو المحرات وما شبروا هذاك العواول وكلاوها العشيه للدار راحوا ما لحقوش فيهم نروحوا جوج بهم بنيته والوليد. دابا داك من ديك الساعه هذيك دينا تجربه حنا بقينا كنخافوا منه كلشي كيقول هذاك راه كيقتل هذاك راه كيقتل كيقتل. هاد المره ملي كان داك التراكس كيقلب هنا جاو العواول ديال الحومه هما قلعوا العزاف وقلعوا هادشي هذا والعواول ديال الحومه ما كيعرفوش كانوا كياكلوا مساكن ما كيعرفوش. المره شافت المجره ديالي شافت ندا واحد بحال هذا زولت له قالت له العايل هذاك راه كيقتل هذاك ما داكلوش يكون الجمار هذاك ما داكلوش حيتاش هو العروق ديالو حلوين في الارض داير بحال اللفت والعروق ديالو حلوين والعواول بقاو كيصفوه ياكلوا ما عارفين والو. حتى سوقنا الخبر حنا في الحومه ديالنا زقلو هلم ما خلاوش العواول ياكلوه والحومه الفوقيه ما جبناش عليهم الخبر حتى قالوا لنا العواول راه ماتوا شنو كلاو شنو كلاو راه ماتوا. او دابا دارت مني العواول راهم في الخطر مساكين شنو هو الذنب ديالك يعني منين نزلت هاد الدوحه انا غادير الشغل ديالها خصها تزر ما تخليش الاطفال يدوروا بها فهمتي هاد منين نزلت هاد الدوحه انا خصها دير الواجب ديالها تزرب بالزنك ما تخليش العواول يدخلوا يعني واخا ما ياكلوا شي هادشي هذا غيصرى لهم حاجه اخرى. مع 3:30 ديال الليل سمعنا الغوت والحيحه وكلشي ونوضنا طالنا جبنا العيل الكبير مسيب في الارض كيقول عتقو اختي عتقو اختي تا خرجنا الحومه كامله بقينا كنطلو دخلنا شفنا داكشي اللي كاين جبنا العائله ميته مره عينا مفتوحين وكلشي عيطنا لابيناس ما جاوبتناش عيطنا للمخزن جاوبونا صردونا حنا الاسعاف مي صردونا الاسعاف مشات خرجت مع الاربعه ونوض الصباح صافي مشات هيدا بقى شي عيش ربع ساعه ما كاملاش عاود جاو خوته عاوتاني بقى كيعيطوا وكيحيحوا خروجنا مي خروجنا جبنا عاود العيل صافي كيموت صافي كيموت وكيغاو خوته كيغاوتو كلشي ما كاينه لا اب لا ام لا حتى شي حاجه. دخلنا عي حنا الجيران عيطنا الاسعاف وكلشي ما بغاوش يردوا علينا مي هضرنا معاهم قال لك سيطلع النهار عادك حنايا نجيو مور العايل حنا ما عندناش دابا نجيو حنايا نتوما كضحكوا علينا وكتهادي ماشي حنا في نص الحاله غندخلوا في هذيك الدار نخرجوا حنايا عي الناس اللي ميتوا هذيك الشيء صافي بقينا كنهضروا معاهم بقينا نهضروا معاهم بالحيله حتى جاو وما جاو حتى طلع النهار حتى 7:30 عادك جاو صافي اليوم تزاد واحد الحاله عاوتاني عيطنا لهم قلنا لهم اجيو زعما واحد الحاله شني واشني في نص الدار عاوتاني معها هاد صافي هو 8 ديال الحاله بهاد العائله اللي طاح اليوم ديال مشات لابيناس اليوم 8 كانوا 6 وكانوا 7 عاوتاني هذيك زادوا اليوم الاخراني اليوم 8 كاملين في هذوك وهاد 8 هادو ماتوا جوج العاير والعايبه والاخرين باقيين في محمد الخامس باقيين ما كيردوا علينا لا حتى شي حاجه كخليهم هيداك صافي جا القايد جا كل شيء قال لك الام وشي حاجه عطاتها لولادها ما يقدروش يمشي ياكلوا هاد الشيء هذا قلنا ما يمكنش عاد المراه تقتل ولادها جوج ما بزاف عاد تقتل المراه ولادها جوج هي الحومه كامله مريطه قال لك لا فين عرفها يانا صافي مشى هزها وداها معاه صافي داها معاه وكل شيء قالنا خايلة جا المقدم قالنا خايلة ما تعيطوش للصحافه قلت انا عيطوا حيت ما كتعطيوناش الحق ديالنا وما كتعملوش اللازم ديالكم حنا كنعيطوا لكم كتقطعوا علينا كنهضروا معاكم كتزبلوا فينا الله يا ودي العور كيموتوا مشاو من هنايا ميتين الله ما دام منكر. السلام عليكم انا عمتهم هاد الاطفال اللي ماتوا هنا هاد الاطفال هادو خرجوا في الصباح كيقولوا الوالدين ديالهم خرجوا في الصباح ومشاو هاد الكوديال اللي كيحفروا دابا كيبنيو فيها ولا ما نعرف شنو كيعملوا تما التراكس كيقلب في التراكس كيقلب والعيون من موراه كياكلوا هاد الشيء هذا كنخصهم ممكن يعملوا واحد العساس بعد على الاقل مره او لا شي واحد اللي ينهي هاد العواول ويقولوا لهم شوفوا بحالكم ما يخليوهمش من موراهم ما ربما ياكلوا شي حاجه تعطوا شي حاجه اليوم الصيفيه بقى الحال سخون هاد الشيء هذا اللهم ما هذا منكر واحد يبني الدار ولا يبني عماره ولا يبني شي حاجه والناس كتضيع في ولادها هاد الشيء راه ماشي معقول على الاقل كانوا خصهم يحرصوا على هاد الناس هادو ما يوصلوش ولادهم حتى تما باش ما يوقع حتى شي حاجه تينا كتشوف العواول كياكلوا من موراك ما عرفتيش واش ديك العواول كياكلوا شي حاجه مسمومه واش يمشيو يحادوا في شي شوك يمشيو يحادوا في شي حيه يمشيو يحادوا في شي حاجه دابا حنايا ضيعنا في هاد جوج الاطفال هادو راه خوتنا مشاو
وكنطلبوا بالحقوق ديال هاد الاطفال هادو. الوالدين ديالهم عيد راوش مساكن راه ما قد الحال، وهاد جوج الاطفال هاد عنا من يدنا خرجناهم ما دخلناهمش. هاد الشيء اللي كنطلبوا من السلطات وكنطلبوا من اي واحد يوقف معنا في هاد الشيء هاد. قبل ما تخرجوا شاركوا معنا على قناة 8 مارس وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.